بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم على الـ Bulk Flow Mechanism أو Transport of Large Molecules. Transport of Large Molecules جزيئات دلوقتي بقت أصبحت أكبر من الكارير، أكبر من إن الكارير يحتويها داخله وداخلها من خارج الخلية إلى داخل الخلية ومن الخارج من الداخل للخارج. So the transport of large molecules, macromolecules, involves movement of large molecules, groups of molecules, or even whole cell. أو حتى لو في بكتيريا كده عايز الخلية تبتلعها كده عشان تخلص منها، يبقى في الحالة دي أنت محتاج إيه طريقة تانية للإيه نقل المواد الكبيرة، سواء كانت تبقى جزيئات أو مجموعة من الجزيئات أو even whole cell like البكتيريا cell. We have two types of transport. These are known. Number one, endocytosis. Number two, exocytosis. Endocytosis معناها دخول المواد from outside to inside. وده ينقسم إلى نوعين. أول نوع خالص هو الفاجوسيتوزيس والبينوسيتوزيس. فاجوسيتوزيس eating of the cell، وده اغتزاء الخلية. ده solid أو whole cell. أو النوع الثاني هو البينوسيتوزيس بيسموه drinking of the cell، ده شرب الخلية. ده دايما تبقى المواد تبقى liquid droplets، قطيرات من السائل أو الجزيئات. النوع الثاني اللي هو الإكزوسيتوزيس، وده اللي هو إخراج الخلية from inside to outside. إخراج الخلية ممكن تكون واسطس أو تكون cellular products أو المنتجات الخلوية. البلك ترانسبورت أو اللي هو السيتوزيس، اللي هو السيتوزيس أو قلنا ترانسبورت أوف لارج مولكيولز. أول حاجة movement of many large molecules that cannot transported by the carrier، خلاص بقت أكبر من الكارير وبالتالي لا يستطيع الكارير إنه يعمل لها عملية ترانسبورت. الإكزوسيتوزيس نتكلم عليها أول حاجة خالص، الإكزوسيتوزيس اللي هو إخراج الخلية fusion of the membrane bound vesicles that contains cellular products. لما قلت لك cellular products ممكن تكون مواد إخراجية الواسطس أو تكون hormones, enzymes أو whatever، يعني من ضمن مكونات الإيه أو منتجات الخلية with the plasma membrane. يعني عندي أهو ده vesicle transport vesicle فيها ال products بتاعت الخلية اللي هي need to be exit outside the cell. طالما من in to outside يبقى ده على طول إيه from inside to outside، يبقى ده exocytosis. Now this binding, this membrane bounding vesicle move and close and close and close to the plasma membrane and fused with the plasma membrane، والتحمت مع غشاء الخلية. Now it can release their contents outside the cell، وبالتالي في الحالة دي بسموها الاكزوسيتوزيس. يبقى الفيزيكل اختفت ليه؟ لأنها التحمت مع البلازما ميمبرين. النوع الثاني هو الاندوسيتوزيس moving materials into the cell، إلى داخل الخلية with physical، وده طبعا بتكون physical في الحالة دي. الفيزيكل بتظهر في الخلية عكس النوع الأولاني واختفت، وفي الحالة دي require energy. برضو ده نوع من أنواع الترانسبورت الأكتيف ترانسبورت لأنه بيحتاج طاقة. النوع الأول خالص هو الاندوسيتوزيس، قلنا اندوسيتوزيس معناه بينوسيتوزيس وفاجوسيتوزيس. أول نوع خالص هو البينوسيتوزيس، وده cell drinking، وده شرب الخلية. Small droplets of liquid taken into the cell through tiny vesicles، من خلال اللي هي الحويصلات الدقيقة إلى داخل الخلية، not specific. الاكتف ترانسبورت كله سبيسيفيك، لكن البينوسيتوزيس نوت سبيسيفيك. ليه؟ لان اي سولتس موجوده في الليكويد ده هتدخل جوه الخليه ولا مش هتدخل؟ تدخل جوه الخليه، وبالتالي يبقى هو نوت سبيسيفيك بروسيس. اول سوليوتس ان ذا دروبليتس تيكن انت ذا سيل، كلها تدخل جوه الخليه وبالتالي يبقى عمليه غير متخصصه، عمليه غير متخصصه درينكينج سيل درينكينج او شرب الخليه. نوع التاني هو الفاجوسيتوزيس السيل ايتينج، خلاص مش هناخد مية، ده احنا هناخد solid substance large solid particles or even whole cells like bacteria cell. لو كان ده solid هنقول عليه ده فاجوسيتوزيس، لو ده liquid نقول عليه في الحالة دي بانه cytosis. يبقى ده الاندوسيتوزيس uses the vesicles move substance into the cell. في الحالة دي لو ده solid نقول عليه فاجوسيتوزيس، يبقى ده بالعمى. ولو ده ليكويد في الحالة دي نقول على البينوسيتوزيس، نقول عليه ارتشاف الخلية. وفي الحالتين الفيزيكلز بتظهر داخل الخلية. في نوع ثالث من الاندوسيتوزيس بيسموه ريسبتور ميديتد اندوسيتوزيس، يعني عملية ابتلاع لكنها بتبقى من خلال ريسبتورز، وفي الحالة دي بتبقى سبيسيفيك ترانسبورت، وده في الحالة دي بتبقى دي متخصصة. يبقى ده وده
نوت سبيسيفيك، لكن في الحاله دي لما يتم عن طريق الريسبتورز الموجوده يبقى في الحاله دي بيسموه ريسبتور ميدييتد اندوسيتوزس، يحصل ابتلاع لكن بواسطه ايه؟ وساطه المستقبل. ده نفس الكلام اهو، ده اندوسيتوزس، ده بكتيريوم بكتيريا سيلو، وبالتالي ده يبقى ده فاجوسيتوزس، يحصل ايه؟ ابتلاع انفاجينيتد، يعني يحصل انبعاج للبلازما مبرين ويبدا يكون الفيزيكال. بعد كده الفيزيكال دي ترتبط مع مين؟ لو بكتيريا ترتبط مع اللايسوسوم، وفي الحاله دي بيسموها الفاجو سوم، بيكون اللايسوسوم اللي هو السكندري لايسوسوم، ده البرايمري، يبقى ده السكندري لايسوسوم. بعد كده تتصب الانزيمات اللي موجوده في اللايسوسوم ويحصل في دامج وديستركشن للبكتيريا سيل، يطلع في الاخر الواستس عن طريق الاكزوسيتوزس، يبقى ده اندوسيتوزس للداخل وده اكزوسيتوزس للخارج. ده برضو بيوضح لك عملية الفاجوسيتوزس للسوليد وتكونت الفاكول أو فيزيكل. ده لو هو بينوسيتوزس يبقى ده سوليدز أو ليكويد موجود، يبقى يدخل داخل الخلية عن طريق الفيزيكل برضو. ده الريسبتور ميديت ترانسبورت أو اندوسيتوزس، دي بتبقى عملية إن يبقى فيه إن عندك ريسبتور ولازم الريسبتور يرتبط بالسوليدز، وبالتالي يحصل عملية كوتيد فيزيكل، وبالتالي برضو بتبقى عملية سبيسيفيك، لأن مش أي مواد تدخل ترتبط مع الريسبتور، لازم يحصل ماتش ما بين الإيه الريسبتور والسوليوتس، وبالتالي يبقى ده النوع التالت ريسبتور ميديتد إندوسيتوزيس. يبقى عندك الوقت الترانسبورت اتكلمنا عليه دلوقتي، اللي هو الباسيف ترانسبورت او الباسيف ميثود والاكتيف ميثود. الباسيف ميثود زي قلنا ديفيوجن وفاسيليتيتد ديفيوجن، وقلنا كمان هنا الاسموزس اللي بنتكلم عن الميه. الدايركشن توورد اللور كونسنتريشن، باتجاه التركيز الاقل. required concentration gradient، عايز فرق في التركيز مش عايز طاقة طبعا. ده زي liquid soluble molecules، الجزيئات اللي بتدوب في المية زي الجاز مثلا، والمية الووتر الجزيئات اللي تذوب في الليبيدز، كله ده طبعا عن طريق الديفيوجن. لو بتتكلم عن الووتر يبقى في الحالة اللي بتقول عليه osmosis، تقول عليه ايه؟ اسموز. facilitated diffusion toward lower concentration، يعني التركيز مع فرق التركيز from high to low، لكن ده محتاج ايه؟ محتاج كارير، عشان كده قلنا عليه facilitated diffusion، ومحتاج الconcentration gradient زيه زي النوع اللي قبل كده، لكن ده من غير كارير بروتين زي الشوجرز والامينو اسيد اللي هي الجزيئات اللارج مولكيولز او البولر مولكيولز. الاكتيف ترانسبورت اما يكون بقى اكتيف ترانسبورت اللي هو العالي اللي احنا قلنا عليه، او يكون البالك فلو ميكانيزم اللي هو بيسموه السيتوزس، بيسموه ايه؟ السيتوزس. ليه هو اكتيف؟ لانه محتاج ايه؟ زي ما قلنا محتاج طاقه. الاكتيف ترانسبورت توورد الهاير كونسنتريشن، يعني ضد فرق التركيز فروم لو تو هاي، محتاج كارير زي ده بالظبط، لكن ده محتاج ايه كمان؟ محتاج الانرجي زي الشوجر والامينو اسيد والايونز اجينست الكونسنتريشن جريدينت. الاندوسيتوزس الفاجوسيتوزس بالعمى لو كانت سوليد توورد انسايد، يعني باتجاه داخل الخليه طبعا الفيزيكال بتتكون، وده زي الماكرومولكيولز او البكتيريا سيل. وقلنا برضو النوع الثاني هو البينوسيتوزس لما يكون ليكويد، والاكزوسيتوزس توورد اوتسايد يعني من داخل الخليه لخارج الخليه، والفيزيكال في الحاله دي بتختفي خالص لانها فيوزس ويز ذا بلازما ممبرين، برضو تطلع ماكرومولكيولز او جزيئات الكبيره. وكده بقى اتكلمنا على التايبس اوف ترانسبورت، وكنا بنتكلم على البالك فلو ميكانيزم او السيتوزس. والسلام عليكم ورحمه الله.